ماذا يجري في إدلب ما بين القاعدة؟ من يقتل من؟ من وشى بمن؟ صحيح. أعلم أنك أعدت تقرير عن الموضوع. نحن تعمقنا في هذا الموضوع ودرسنا عدة احتمالات وفرضيات موجودة، ولتذكير الولايات المتحدة كانت قصفت موقعا في شمال غرب سوريا، هي كانت مستضيفة في ذلك اجتماعا لقياديين في صفوف فصيلين، فصيل حراس الدين وفصيل أنصار التوحيد، ولكن هناك أسئلة وتطرح يعني وفرضيات عن من وشى بمن، من يقتل من بين هذين الفصيلين، لأنه كما تعلمين خديجة هناك صراع صحيح. بين هذه الجماعات، صراع على الزعامة، صراع على النفوذ، هناك تفاصيل كثيرة طبعا كما ذكرتي في التقرير الذي أعددناه، فيه نتعمق أكثر في هذه التفاصيل. نتابعه معا رامي ومع المشاهدين. ما إن هدأ هدير طائرات نظام سوري وروسيا فوق إدلب حتى بدأ هدير من نوع آخر. هذه المرة كان قصفا صاروخيا مستهدفا قيادات في تنظيم القاعدة أثناء اجتماعهم قرب مدينة إدلب. الضربات الصاروخية استهدفت اجتماعا لقياديين في صفوف فصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد ومجموعات متحالفة معهما داخل معسكر تدريب تابع لهم قرب مدينة إدلب، ما تسبب بمقتل 40 منهم على الأقل. تقول واشنطن إن شمال غرب سوريا لا يزال بلاذا آمنا ينسق فيه قادة تنظيم القاعدة في سوريا بفعالية أنشطة إرهابية في أرجاء المنطقة وفي الغرب، وتضيف إنها ستواصل مع حلفائها وشركائها استهداف المتطرفين العنيفين لمنعهم من استخدام سوريا كملاذ آمن. هناك أصابع الاتهام وفق تقارير غربية تشير وتتحدث على أن جبهة النصرة سابقا بقيادة أبو محمد الجولاني والفريق الذي معه المعاون له هو من يتخلص من أنصار نصرة الدين ويتخلص من المجموعات المارقة الأخرى التي تتواصل مع أيمن الظواهري. المسألة هنا برمتها تتعلق بأزمة كبيرة جدا بنيوية داخل تنظيم القاعدة، صراع ما بين الجيل الذي يؤمن بعولمة الجهاد والجيل الذي يؤمن بمحلية الجهاد، والمسألة هي واحدة ما بين المحلية والجهادية، ولكن المسألة هنا تتعلق بالصراع على القيادة، صراع على قيادة العملية الجهادية الموجودة داخل سوريا وخارج سوريا. الضربة الأمريكية ربما تكون نتيجة وشاية بمكان الاجتماع، ولطالما صرحت واشنطن بأنها تنفذ أعمالا استخباراتية لتتبع المتطرفين واستهدافهم أينما كانوا. بكل تأكيد يعني أنت تتحدث عن اجتماع، المفترض أن هذا الاجتماع لتنظيم، هذا التنظيم يعمل تحت الأرض، تنظيم سري له خلايا ومجاميع عنقودية لا يستطيع اختراق المجموعة القيادية إلا الخاصة، وأن هذه القيادات لها مجموعة من الحراس تحرسها وجهاز استخباري خاص بالتنظيم. حينما يتم التخلص من هؤلاء القيادات وهم يجتمعون سرا، فهذا معناه أن هناك من أوشى بهم من داخل التنظيم نفسه، هو أن هناك عملاء يعملون مع آخرين، وأعتقد أن الجولاني يخترق بالفعل هذا التنظيم. اللافت للنظر أن تلك القيادات الإرهابية وعلى أهميتها فإنها لم تستطع حماية نفسها من الضربة الأمريكية المباغتة، ولعل هذا ما يفسر عدد القتلى الكبير خلال الاجتماع. على كل هذه التنظيمات هي دائما تنهزم في النهاية، يعني دائمة التشظي، دائمة الانشطار، دائمة الاختلاف حول الاستراتيجيات والأيديولوجيات، دائما ما حينما يختلفون حول الأفكار يبلغ بعضهم على بعض الآخر، وفي النهاية ينهزمون، وفي النهاية تتم عمليات الاغتيال هذه بسهولة شديدة. لماذا؟ لأن هذه التنظيمات مخترقة من الداخل، ومن ثم حتى لو كانوا قيادات وكانوا خاصة وكانوا يجتمعون في أماكن سرية يتم الوصول لهم. في النهاية هذه التنظيمات أعتقد أنها تتعرض لهزيمة لاحقة، تتعرض لهزيمة ساحقة، وأعتقد أن هذه التنظيمات نهايتها نهاية محتومة. البعض يخمن بأن أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام يقوم بتنظيف القاعدة في سوريا لتتناسب مع أجندته الشخصية، سيما وأنه يحاول منذ العام الماضي قتل كل من يشق عصا الطاعة عليه. وبعد أن فك ارتباط تنظيمه بالقاعدة، لابد أن ندرك ونعلم أن المسألة هنا تتعلق بتوضيب هذه الجبهة، جبهة النصرة سابقا بقيادة محمد الجولاني وفق الأجندة الأمريكية. يعني أمريكا الآن هو بتحديدا الجولاني يريد تسويق نفسه مرة جديدة، هو أعاد تسويق نفسه عدة مرات. المرة الأولى حينما انفصل عن تنظيم داعش وأعلن أنه
أن جبهة النصرة هي داخل سوريا فقط وليست تابعة لتنظيم داعش، ثم أعلن بيعته للظواهري، ثم بدأ يقاتل تنظيم داعش وداعش بدأ يقاتله، ثم حينما في المرة اللاحقة تخلص من أبو بن حج بكر وتنظيم داعش تخلص من أبو خالد السوري، ثم في مرحلة لاحقة قدم نفسه وسوق نفسه مرة جديدة على أنه انفصل تماما عن تنظيم القاعدة وشكل ما يعرف بجبهة تحرير الشام، هذا لكي يجلس في سوتشي ويجلس في المفاوضات التي كانت تجري. لم يقتنع العالم بأنه تخلى عن هذه الإرهابية، فأعاد تسويق نفسه مرة جديدة. هذا التسويق هو أنه ليس بالفعل تابع لتنظيم القاعدة، ولكنه الآن يتخلص من القاعدة، تخلص من عدد كبير جدا من قيادات تنظيم القاعدة، كان آخرهم في الأسابيع الماضية هو أبو خلاد الذي تخلص منه في عمليات اغتيال واضحة أمام أتباعه، وهذه المجموعة بشكل أكيد الجولاني هو من تخلص منها وأوشى بها. أيا يكن، فإن الضربة الأمريكية المتزامنة مع وقف إطلاق النار في إدلب قد تكون بداية لمرحلة جديدة، مفادها أن الإرهابيين أينما كانوا هم أهداف مشروعة لصواريخ أمريكا وطائراتها، وربما أصبحوا كذلك أهدافا مشروعة لبعضهم البعض في صراع النفوذ والسيطرة.